مساء الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد، بس يعني حابة في الأول بس أقول إن شاء الله هنبتدي مع بعض كده e-learning. ياريت بس تتابعوا معايا وتطبقوا معايا كل اللي هنعمله إن شاء الله، واللي مش فاهم حاجة يبعت لي لحد بس اليومين دول إن شاء الله ما يعدوا كده على خير بإذن الله، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا. طيب هنتكلم النهارده على موضوع جديد، او هنكمل على الجزء اللي خدناه قبل كده. احنا وقفنا عند الداشبورد وتعلمنا وعرفنا ازاي نعمله، وعرفنا ازاي نعرض كذا ريبورت مع بعض ونعملهم كونكشن ونعرضهم في شكل داشبورد. النهارده هنتكلم على موضوع جديد اسمه الداتا موديل. يمكن هو فعلا موضوع جديد بقاله فترة قليلة، يعني مش هلاقي عليه كلام كتير يعني، ولكن هو بقاله فترة، هو حاجة من يعني موضوع مهم جدا، فارق كتير جدا في الداتا اناليسيس. طيب احنا طبعا شغلنا كله جوه شيت الاكسل. يعني ايه شغلي كله جوه شيت الاكسل؟ يعني الداتا بتاعتي جوه شيت اكسل، بحطها جوه تيبل، بحطها جوه رينج، هي جوه الشيت نفسه، بعمل الريبورت بتاعي جوه الشيت نفسه. فأي حاجة ببقى عايز أعملها هي في نفس المكان جوه الشيت بتاعي. طيب ده بيعمل لي مع الوقت مشاكل كتير. مشاكل كتير زي ايه؟ هنتكلم عنها او ليه عيوب. يعني لو احنا بنتكلم على الشيت، لو كل حاجة هعملها الداتا بتاعتي في الشيت، سواء هي تيبل سواء هي رينج، الريبورت بتاعي جوه نفس الشيت، اكيد ده كله طبعا بيبقى ليه عيوبه او ليه مشاكله الخاصة بيه. اول حاجة هنتكلم عنها او اول مشكلة هتقابلني هي الليميتيشن. يعني ايه؟ يعني احنا زي ما شايفين هنا كده، ادي ده يعتبر شيت الاكسل بتاعي، في الداتا بيز بتاعتي وفي الريبورت مثلا سي اللي انا عاملاه. ليميتيشن الشيت الاكسل بتاعي هو ليه عدد معين من الريكورد او من الترانزي اكشنز او من الروز، عدد معين اللي هو عبارة عن 1,048,576 روز. اكتر من كده ما اقدرش اشتغل. فمعنى كده ايه؟ ان الشيت بتاعي بيكون ليميتد. طيب يعني ايه بيكون ليميتد؟ يعني ان انا ما اقدرش ازود عن العدد ده. طب وايه المشكله؟ لا عندي مشكله، لان انا في بعض يعني الشركات اللي هي السيلز الكبيره مثلا في بعض الاماكن اللي عندها ديلي ترانزي اكشنز بالالاف، لو جينا على مدار السنة ممكن يعدي الميليارد ترانزي اكشنز. طيب هل انا لما اكون الشيت بتاعي خلص هبتدي اعمل شيت جديد بترانزي اكشن جديدة؟ طيب لما يعمل ريبورت بقى هيبقى عندي تو ريبورتس، يعني تي ريبورتس كده، مش هيكون يعني اكريت. او بمعنى اصح لو انا بعمل بجيب السمشن بتاع حاجة معينة هعمله زي لو هما في تو شيتس. فطبعا ده كله ده بيسبب لي انا مشكله في الاناليسيس بتاعتي، وما بتبقاش واضحه بالنسبه لي او ما بتبقاش صح. فانا الليميتيشن بتاعت الشيت دي بتوقفني. تمام كده؟ طيب وفي نفس الوقت لو انا جبت اخر ترانزي اكشن او وصلت للمليون و48,576، طب 77 هروح فين؟ مش هينفع زي ما قلنا هعمل شيت جديد، ده مش صح، لان الداتا بتاعتي هتكون في شيت ونصها وجزء منها في شيت تاني. طب لما اجي اعمل اناليسيس هعمل على الشيت الاولاني ولا الشيت التاني؟ كل دي مشاكل بتقابلني ما بقدرش احلها، او كانت بتوقفني دايما. يعني لو انا هجيب التوتال مثلا، توتال بتاع حاجه معينه، طيب هعمل التوتال ازاي على شيت واحد على تو شيتس؟ مش هينفع. فلازم اعمل على شيت واحد، لازم يكون الداتا بتاعتي تكون في كلها في حته واحده عشان اقدر اعمل اجيب السبمشن، اجيب الافريج، اجيب المينيمم، الماكسيمم، وات ايفر انا بعمل اناليسز على ايه بالظبط، او انا محتاجه اطلع ايه، فلازم كله يكون في حته واحده
او في one source اقدر اجيب منه. يبقى اول عيب عندي هو الليميتيشن. طيب عندي عيب تاني، ايه هو؟ الداتا بتاعتي زي ما قلنا، لو هو مثلا بيعمل submission بيعدي على كل transactions، لو انا عندي مليون ريكورد فهو هيعدي على مليون ريكورد مره مره، كل اللي هينزل رو 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 لحد ما يوصل لاخر transaction. طب ده بيسبب لي ايه مشكله؟ بيسبب لي ان الشيت بتاعي بيبقى تقيل جدا. مش بس كده، لا ده تقيل وبيقلل البرفورمانس بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هو بيشبهولي هنا بواحد بشخص رفيع، بعد كده تخين شويه وبعد كده تخين اكتر بيتقل. انت جرب كده افتح اي شيت فيه داتا شويه هتلاقيه بيلود كتير. تخيل لما يكون عندك اكتر من مليون ترانزاكشن او 2 مليون ترانزاكشن او مليون، خلينا نجيب الماكسيمم بتاع الشيت الاكسل اللي هو 1,048,576 روز، اكيد عشان بس مجرد ان افتحه بس هيلود كتير جدا. طب لو انا بعمل عليه اناليسز بيفت تيبل بيفت شارت وبطلب منه من اي فيلد، لا ده انا عايز السم بتاع ده، عايز المينيمم الماكسيمم وات ايفر اللي انا عايزاه افريج، طبعا هيعدي على كل ترانزاكشن او كل روز من دول ويبتدي يحسبهم، وطبعا هياخد وقت كبير جدا. طب الشيت بتاعي بيتقل يعني البرفورمانس بتاعي بيقل. يعني ايه البرفورمانس بتاعي بيقل؟ يعني ادائي بيقل، بمعنى ان الاناليسيس بتاعتي ما بتبقاش سريعه، ممكن يهنج مني، ما بيطلعليش الدنيا، بتلود كتير، الشيت بتاعي بيلود كتير كتير ما بيقدرش. هنشوف واحنا شغالين دلوقتي الداتا بيبقى شكلها عامل ازاي. طيب دي كلها مشاكل بتقابلني طول ما انا شغال، لان هو هنا في شيت الاكسل بيشتغل بتكنيك معين اسمه ال OLTP. يعني ايه؟ يعني online transaction processing. هو بيشتغل على الترانزاكشنز. معنى ال OLTP ان هو بيشتغل على الترانزاكشن. يعني ايه بيشتغل على الترانزاكشن؟ يعني بيشتغل على الرو، بيعتبر طبعا زي ما احنا متفقين ان كل رو هو ترانزاكشن، فبيعدي عليه وبيتعامل معاه كل واحد لوحده. فبيتعامل معاه لوحده زي يعني لو بيعمل submission زي ما قلنا، بيعدي على كل رو عشان يعمل submission ويجيب لي التوتال بتاعه في الاخر، فهيعدي على مليون رو، مليون وشوية رو، فطبيعي يكون تي والبرفورمانس بتاعي وحش جدا. فطبعا ده ما ينفعش. طيب فقلنا لا، احنا هنشتغل بتكنيك جديد اسمه الاولاب، اللي هو ده. يعني ايه اللي هو اولاب؟ اونلاين اناليتيك بروسيسنج. ده تكنيك مختلف بيخزن الداتا بشكل مختلف. التكنيك الاولاني بيخزن الداتا اللي هو هنا بشكل فلات زي ما احنا شايفينها قدام عينينا، لكن هنا بيخزن الداتا او بيستور الداتا بشكل كيوبيك، يعني في شكل كيوب مش فلات زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني هنا هنعتبر مثلا بيخزن الداتا في شكل الكيوب كده، بس انا لما باجي اشوفها بشوفها بشكلها كده فليت، يعني هي ما بتظهرليش انا كده، لكن هو بيخزنها بالطريقه دي. ده بيوفر لي مساحه، بيوفر لي مساحه كبيره جدا. طيب ده بيفرق معايا في ايه؟ زي ما احنا شايفين كده مثلا، خلينا هنا نبص، ده شكل كيوب اهو، فهو عامل لي هنا السنه بتاعته، هنا فوق هنا الريجن، هنا الفاليو، ناحيه تانية ممكن يكون برودكت. هو بيقدر يوزع الديتا او بيسجل او بيستور الديتا في شكل كيوب، شكله الخاص هو، انا ما يهمنيش بيسجلها ازاي. هو بيسجلها طبعا بتكنيك مختلف تماما، بس ده انا ما يفرقش معايا هي في الاخر شكلها عامل ازاي. هي بتيجي قدام عيني بشوفها في شيت اكسل عادي فلات زي ده، عادي بتبقى قدامي فلات كده، لكن هو بيسترها في شكل كيوبك. طيب ده بيأثر عليا انا في ايه؟ او انا يعني ده بالنسبة لي ميزة في ايه؟ ان هو بيعلي البرفورمانس جدا بطريقة مش طبيعية. يعني لو احنا شغالين هنجرب
بيكون سريع جدا وما بياخدش وقت في التحميل. وات ايفر انا شغال على اي عدد من الريكورد بيبقى سريع جدا معي. فطبعا ده بيفرق معايا في الشغل جدا، لان انا لو عندي ملايين الترانزي اكشن يبقى الداتا موديل ده، والتكنيك ده او ده تحت تايتل اسمه الداتا موديل. تمام. طب ده ليه مميزات؟ لو عندي ملايين من الترانزي اكشن كمان بيوفر لي مساحة في الفايل جدا، لانه زي ما قلنا بيخزنها في شكل كيوبيك، فما بيقدرش ما بيكونش واضح، ما بيكونش يعني مش بيشغلها مش بيسيفها او بيستورها في شكل فلات، فبالتالي ما بياخدش مساحة كبيرة كده. وكمان في نفس الوقت هو حليلي مشكلة الليميتيشن. ليه؟ لان هو ما عندوش ليميت في العدد الترانزي اكشن المستخدم. لحد دلوقتي ما عندناش عدد محدد نقدر نقول عليه هو ليميت في الحتة دي او اخره لحد هنا. في مرة من المرات بعتنا لحد يعني ريجي مانجر في مايكروسوفت وسألناه يعني ايه اخر او ايه الليميتيشن بتاعة التكنيك ده او الداتا موديل دي. الحقيقة رد قال يعني هو كان فيه تو يعني ريبلايز فيها. هو بتاع مايكروسوفت قال على حسب انت الهاردوير بتاعك بياخد قد ايه او مساحته قد ايه، وده معنى الكلام ده ان هو ما عندوش ليميتيشن. وكان في حد تاني قال لا، لحد هو جرب لحد 2 مليار من الترانزي اكشنز كان شغال معاه تمام. ده بيوفر لي انا او ده بالنسبه لي احسن في ايه؟ ان هو زي ما قلنا بيوفر لي طبعا مساحه الفايل بتبقى قليله جدا، ما بياخدش مساحه في الفايل، وفي نفس الوقت حل لي مشكله الليميتيشن، وكمان علل لي البرفورمانس بتاعي وبقى سريع. تمام. لحد هنا كده احنا بنتعرف يعني ايه داتا موديل وايه ايه فوائدها او ايه عيوبها ايه مميزاتها، ليه بشتغل عليها ليه مش بشتغل على شيت الاكسل ده ليه. تمام. طيب خلينا نتكلم تاني. ده كده هنتكلم بشكل سريع او بشكل نظري في الفيديو ده او في الريكورد ده، وبعد كده هنتكلم على هنبتدي بقى ناخد اكزامبل ونبتدي نطبق عليه ونشوف الفرق لما اكون بشتغل على اكسل شيت وعلى الداتا بالنظام او بالطول بتاعة الداتا موديل. خلينا نشوف. طيب لو حبيت اعمل بقى ريبورت على الداتا موديل، فقال لي لا هو انا هنا وحدة تخزين بس، ستوريج بيعمل ستور بس للداتا، بتبقى متخزنة فين؟ في الداتا موديل هنا، لكن ما بيقدرش يعمل لي ريبورت. تمام. طب لو عايز اعمل ريبورت ارجع هنا واعمل الريبورت بتاعي. طيب علشان امشي من هنا في شيت الاكسل بتاعي واروح للداتا موديل هعمل ايه؟ عندي تول، التول دي اسمها باور بيفوت، ومن باور بيفوت بعمل مانج. تمام. دي التول اللي هتساعدني في ادارة الموضوع. يعني ايه؟ يعني دي التول اللي هتحول لي الداتا او هخليه يستور الداتا في الداتا موديل. تمام. لما عاوز اعمل ريبورت لا انا مش هعمله في الداتا موديل، ده انا هروح اقول له، وهنشوف دلوقتي على عملي واحنا بنشتغل هنعملها ازاي. هقول له لا انا عايز من الداتا موديل، هروح اقول له لا ده انا عايز اعمل الاول هحولها من الشيت بتاع الاكسل عادي اللي هي التول اللي هتساعدني في ده اسمها الباور بيفوت، عن طريق حاجة اسمها مانج بتخليني اقدر اشوف الداتا موديل واتعامل معاه. دي كده. طيب هعمل بقى عايز اعمل ريبورت، عندي تول تانية، التول اللي احنا عارفينها بنستخدمها بنعمل بيها الريبورت اللي هي بيفت تيبل. هو عنده بيفت تيبل، عنده بيفت تيبل. طيب عنده البيفت تيبل، عنده البيفت تيبل. يعني ما اروح انا عند الداتا موديل واقول له انا عايزه بيفت تيبل ام بيفت شارت، هيروح موديني على طول عند شيت الاكسل. تمام كده. ومن هنا اقدر ابتدي اشتغل واعمل الاناليسيس بتاعتي زي ما عملناها قبل كده. خلاص. معنى كده ان انا هحط الداتا في حته تانية غير الحته بتاعتي؟ لا، انا هي في نفس المكان،
هو بس بيستورها في حتة تانية عنده هو بس جوه الفايل. بمعنى ان احنا قلنا شيت الاكسل ده هو عبارة عن، هو فايل الاكسل ده هو جواه شيتس، لا هو بيعمل حاجة تانية خالص، هو بيسجلها بس في نفس الفايل، يعني بيستورها في نفس الفايل بس مش في نفس الشيت. وده طبعا اللي بيخليه يوفر لي مساحة وبيخليه سريع، بلس انه اصلا ما عندوش ليميتيشن يعني. فبالنسبة لي هو حاجة افضل كتير من الاكسل شيت اللي انا بشتغل عليه. تمام، يعني كل فايل عندي، كلام ده معناه ايه؟ يعني كل فايل عندي ليه داتا موديل بتاعته. هي لو انا عندي فايل او اتنين او تلاتة هيكون ليه داتا موديل بتاعته. تمام، لو استخدمت الفايل هيكون ليه داتا موديل استخدمته، طب لو ما استخدمتوش هيكون الداتا موديل بتاعته فاضية. ده شيء طبيعي، يعني كل فايل ليه داتا موديل. الفايل لو انا استخدمته وحطيت فيه بياناتي هيبقى داتا موديل فيه مليانة. طب لو الداتا موديل او الفايل بتاعي انا ما استخدمتوش لسه فالداتا موديل هتكون فاضية. تمام كده. طيب انا عايزه بس اوضح حاجه، ان انا لما بفتح الشيت هو بيظهر قدام عيني عادي فلات خالص، يعني بيبقى شكله، هنشوف دلوقتي واحنا بنشتغل. بس الاول اعرفكم على الدنيا كده يعني ثيوريتيكال بس، وبعد كده هنبتدي نشتغل عملي براكتيكال ونبتدي نشوف الفرق. تمام، يبقى بس لو انا عايزه اشوف الداتا بتاعتي في داتا موديل هعمل له باور بيفت اند مانج، خلاص كده. لو عايزه اعمل ريبورت هقول له بيفت تيبل اند بيفت شارت ويبتدي يرجعني تاني للشيت بتاعتي. خلينا نقول ان الداتا كده بقت مفصوله. يعني ايه مفصوله؟ ما بقتش في نفس الشيت، بقت موجوده باك اند، يعني مش في نفس الشيت بتاعي بس في نفس الفايل بتاعي وجوه الاكسل برضه. يعني هو بس بيفصل هالي لكن موجودة في نفس الفايل بتاعي مش في نفس الشيت. احنا كلنا عارفين تاني ان الاكسل بيبقى عبارة عن مجموعة من الشيت، لكن هو مش بيحطها في نفس الشيت، اولا عشان ما يتقلوش زي ما قلنا وما ياخدش مني مساحة كبيرة. طيب اللي بيحصل ايه بقى عندي؟ انا عندي مشاكل في الديتا، يعني ممكن تجيلي الديتا XLSX اللي هو اكسل، وممكن تجيلي TXT اللي هي تكست، وممكن تجيلي CSV. انا عارفه ان انتم مش هتبقوا فاهمين ده، دي انواع فايلز معينه بنشتغلها. الداتا بتجيلي لما دايما الداتا عموما لما بتجيلي مش شرط تجيلي زي بعضها، يعني مش نفس تجيلي نفس السورس بتاعها، لان ممكن يكون انا بشتغل على سيستم، انا حد غيري بيشتغل على اكسل شيت، حد بيشتغل على CSV، حد بيشتغل على سيستم نفسه او برنامج معين بيطلع الداتا في شكل تكست. هي بتبقى ارقام بس هو المقري كده يعني، او ممكن الداتا تجيلي من فايل تاني او ممكن تجيني من فولدر. فعندي الفايل لو ابديتد او جبت فايل وحطيته جوه الفولدر فبالتالي كده الفايل بقى ابديت. يعني انا ممكن اجيب من فايل تاني واحطه، او اجيب فايل من فولدر وهضيفه عندي فكده الفايل بقى updated، يعني زودت عليه مثلا بيانات معينة او دخلت عليه بيانات معينة. طيب الكلام ده يعني ايه؟ او يعني انا بقوله ليه؟ علشان انا لما اكون هنا وعملت power pivot and manage فبقيت الداتا في داتا موديل، قلنا عايزين نعمل report فهروح هنا وهقوله، همشي هنا كده وهقوله pivot table and pivot chart فيعمل لي ريبورت. تمام. خليني انا زودت داتا معينه من فايل تاني من فولدر، انا زودت هنا ترانزي اكشن معينه كل ده، فالفايل بقى ابديتد. عشان ابديته اعمل ايه؟ هدوس هنا ابديت. هنشوف دلوقتي واحنا بنشتغل. الاول هعمل له ريفرش كويس، وانت واقف على الريبورت، يعني وانا واقف على الريبورت هعمل له ريفرش هيرفلكت هنا ويعمل ابديت هنا ويعدل لي هنا في الريبورت تاني. يعني انا اقصد ايه بالكل اللي بقوله ده؟ ان انا لو زودت داتا من عندي بعد ما خلصت الريبورت انا مش هعيده تاني. يعني انا لو عملت ريبورت عن فتره معينه، سي انا عملت
عن السنة كلها لحد شهر مارس. طب ده انا عايزه ابص على شهر فبراير معاهم الشهر الجاي مثلا بعد ما خلصت، هل هعيد كل الشغل ده تاني؟ لا، الداتا موديل بتديني المساحه ان انا لو زودت ترانزي اكشن فيها هعمل له ريفرش تاني. خلينا نبص كده، هعمل له ريفرش من هنا لهنا، فهو هيعمل هنا ابديت، يروح رايح هنا يعمل لي ابديت في الريبورت على طول، يقوم مدخل لي مع الريبورت اللي انا عاملاه مثلا سي المبيعات بتاعه شهر 4. فدي الداتا موديل دي من ضمن الحاجات اللي ليها ميزه. هو في هنا حاجه تانية كده هنا تحت هنا اسمها الباور كويري، يعني هي مش هنتكلم عليها دلوقتي فعشان كده انا مخبيها، بس الاول مهم نفهم قوي الداتا موديل وطبيعتها وبتستور ازاي وازاي بتخلي يعني ما بتأثرش على ريبورت لما بعمل لما بزود ترانزي اكشن. لا بالعكس، هي بترفلكت على طول لما بس ما بترفلكت بتعملش ريفليكشن لوحدها، لازم اعمل له ريفرشمنت، يقوم هو هنا عامل ريفرش، يروح عامل هنا راجع هنا يظبط بياناته الداتا بتاعته، يروح راجع عامل لي ابديت على الريبورت اللي انا شغاله عليه على طول، مش هعيد شغلي تاني. يعني هو الفكرة ان هو هنا بيسهل لي العملية، يعني هنقول اتجاه هنا كده وبعدين يرجع اتجاه عكسي and so on. هي circulation وماشية حوالين بعضها، تمام كده. وبكده نقدر نقول على الحتة دي كده اسمها reporting system. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على reporting system اللي هو بيتكلم عن ايه. زي ما قلنا هنا اتكلمنا هنا الاول، اول حاجة احنا اتعاملنا بيها وعملنا report بيها اللي هي pivot table and pivot chart. بعد كده حولناها الى data model. طب حولناها زي من power pivot and من power pivot و manage، وهنعرف ازاي بنطلع الباور pivot او بنعمل التاب بتاعتها من الاكسل. المفروض ان انا الريبورتنج سيستم هو عباره عن ثلاث حاجات، الباور بيفت البيفت تيبل اند بيفت شارت والباور بيفت اند مانج وهنا الباور كويري. مش هنتكلم على الباور كويري، يعني مش موضوعنا السمستر ده لان هي حاجه يعني ادفانسد شويه، بس هو في ميزه الباور كويري، هو كمان بيعمل لي ترانسفورميشن وبرضه بيبقى فيه ابديت وريفرش جدا، يعني وبقدر اخد منه الداتا او اسحب الداتا من فايل ومن مجموعه فايلز مختلفه ونعمل لها حاجه اسمها ابندنج. يعني دي مش موضوعنا قوي، المهم نعرف بس الاول ازاي نعمل ريبورت او اناليسيز هنا في الشيت الاكسل وازاي اشتغل على الداتا موديل. ودي بالنسبه لي هي يعتبر اهم حاجه في الاناليسيز، يعني في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. يبقى احنا هنا اتكلمنا على التكنيك اللي هو اونلاين ترانزي اكشن بروسيسنج، وبعد كده اتطور شويه وبقى اونلاين اناليتيك بروسيسنج. هنا بيشغل بيستور الديتا، او مش بنستور الديتا، او احنا بنستور الديتا هي نفس في نفس الشيت والريبورت في نفس الشيت، وده بيخلي بيأثر عليا في الاناليسيس بتاعتي انه بيبقى عندي فيه ثلاث مشاكل، الليميتيشن والفايل بتاعي بيبقى تقيل جدا والبرفورمانس بتاعي بيكون وحش جدا. الاداة او التول اللي بتحول لي من الداتا من الشيت للاكسل الى الداتا موديل هي الباور بيفت ومانج، وهنتعلم دلوقتي ازاي نعملها او نطلعها في الاكسل في الناس اللي ما عندهاش اكسل، مش واضحه عندها في الاكسل شيت. يعني المفروض بقى يعني ده ريبورتنج سيستم بيكون من ثلاث اجزاء، بما فيهم الباور كويري. الباور كويري بيبقى فيه ريليشن شيب وميجر وترانسفورميشن، مش هنتكلم عنه بالتفصيل، يهمني جدا بس اعرف الداتا موديل والتول بتاعتها اللي هي الباور بيفت والمانج. بعد كده لما بحب اعمل ريبورت برجع تاني بيفت تيبل اند بيفت شارت، هو اوتوماتيك اول ما بقول له بيفت تيبل بيروح مرجعني عند الشيت بتاعي وبنعمل الريبورت منه. اذا في اضافه او ترانزي اكشن بيعمل لي ابديتد، بعمل له الاول ريفرش يروح عامل لي ابديتد، يروح عامل لي الريبورت بتاعي يكون ابديتد.
يعني هي سيركليشن ماشيه كلها مع بعضها. ميزه الداتا موديل زي ما قلنا بيرفورمانس عالي، ما بياخدش مساحه، سريع، لانه التكنيك بتاعه انه بيستور الداتا في شكل كيوبيك، ما يهمنيش او بيستورها بشكل يعني ازاي، بيحط هنا البرودكت الناحيه الثانيه الفاليو، هنا الريجن، مش هتهمني قوي. المهم ان انا بالنسبه لي اداؤه عامل ازاي، بيرفورمانس بتاعه شكله ازاي، وكمان هي لما بتظهر لي بتظهر لي في شكل فلات عادي جدا. ده يعني كده انترودكشن سريع عن الداتا موديل. هنتكلم هنعمل اكزامبل دلوقتي، هنحله مع بعض ونشوف لما نشتغل على الاكسل شيت بيبقى شكله ازاي، ولما بنشتغل بالداتا موديل بيبقى شكله ازاي، ونشوف الفرق في السهولة ما بين الحاجتين يعني او الحالتين دول. بس عايزين نتكلم او نأكد على فكرة الريبورتينج سيستم، وهي السيركيليشن اللي قدامي دي مهمة جدا لما بتكون عندك داتا كبيرة او اناليسز، بتحتاج تعمل اناليسز لهيوج من الداتا. زي ما قلنا في الجزء الاولاني هنا، في الجزء الاولاني هنا كله بيبقى في نفس المكان، الشيت والديتا والريبورت كله في نفس الشيت، لكن هنا مش في نفس الشيت لكن في نفس الفايل، وده طبعا بيخليه بيختصر في المساحة جدا. دي كده انترو بسيطة عن الداتا موديل، وان شاء الله هبعت لكم الشيت اللي هنشتغل عليه، وكمان كتاب للإكسل يكون ريفرنس ليك وانت بتذاكر او محتاج تاخد منه حاجة، يعني وقفت في حاجة اذا ريفرنس، مش للستادي، مش للمذاكرة هنا للمادة دي يعني، لكن بعد كده هيفيدك جدا في الحياة العملية. طيب انا عايزة بس اقول حاجة على الباور كويري، يعني فور يور انفو، الباور كويري هو يعتبر داتا كولكشن وداتا ترانسفورميشن، وبعد كده بيروح يرمي في الداتا موديل ستور. الباور كويري مستو ان انا بحط له الداتا، بيعمل كولكشن للداتا، وبعد كده بيعمل هو لوحده ترانسفورميشن، بعد كده بيحطها لي في الداتا موديل، والداتا موديل طبعا هو يعني ستورج يونت، يعتبر استروجيت. بس دي كده ريبورتينج سيستم. هنبتدي بقى نشتغل على احنا شغلنا في الجزء الاولاني على الريبورت ان شيت اكسل، بعد كده دلوقتي هنشتغل على الداتا موديل. الجزء المحاضره دي الليكتشر دي ان شاء الله هنحاول اخلص فيها الداتا موديل، يعني مش هندخل فيها ان ديب قوي، هناخد يعني قدر كويس نبقى بس فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. من بعد كده ان شاء الله المحاضره الليكتشر الجايه هنبتدي نشتغل على الليكتشر الجايه كلها اس بي اس اس، ونعرف ونتعلم فيها ازاي نعمل اناليسز للكاتشينيرز بتاعنا او السيرفيز، وبعد كده نشوف بقى هنبتدي بعد ما نعمل السيرفيز. ومهم جدا يا جماعه انا محتاجه البروجكت، يعني مش مشكلة تسليمه يوم 11، ممكن نخليه آخر حاجة لحد بس ما نشوف الدنيا هتعمل ايه معانا، يعني هنرجع تاني ان شاء الله للليكتشر ولا هنكمل اي ليرنينج مع بعض، مش عارفين لسه. فهنشوف هنمشي الدنيا ازاي، بس انا هنمر الليكتشر الجاي هتبقى اس بي اس اس ان شاء الله، علشان تشتغلوا على البروجكت بتاعكم وتقدروا تحددوا فيه، تعملوا اناليسز للكاتشينيرز بتاعتكم والسيرفي. بعد كده ان شاء الله نشوف بقى ازاي نعمل برايسنج للبرودكت بتاعنا، يعني ان شاء الله مش هتقل عليكم، بس يعني ناخد من كل حاجه كده ازاي نقدر نعرف حتى الانترو الانترودكشن بتاعتها، او ازاي نجو فيها من يعني في الاول او من بدايتها، مش هندخل في كل حاجه من ديب، علشان هي يعني في الوقت الحالي مهم انك تعرف تاخد فكره او يبقى عندك باك جراوند على حاجات كتير. طبعا الجزء اللي احنا شرحناه في الكام ليكتشر اللي فاتوا مع الداتا موديل ده من اهم الحاجات او الاساسيات اللي المفروض تبقى عندك علشان تقدر تشتغل في الاناليسز.
كتير مننا بيشتغل في اسز وما عندوش فكره عن الحاجات دي، وبيتقابلوا كل المشاكل. يمكن وانا بحكيها لك كده بسهوله تتخيل انها حاجات بسيطه، لا، لما بتيجي تشتغل فعلا بايدك بتبقى دي حاجات فعلا بتبقى يعني عقبات في وقت في الشغل، ما بتبقاش عارف تعمل اناليسز يعني في شيت كبير مثلا وانت عندك شيت ليميت، يعني شيت ليميتد اساسا، انت مش عارف تكمل ترانزاكشن، تعمل ايه، تروح فين، تعمل شيت جديد ولا لا، ان سو اون. دي كلها مشاكل بتقابلنا فعلا، الداتا موديل حلتها. هو موضوع جديد يعني مش كل الناس لسه تعرفه، فكان يهمني جدا انك تتخرج وانت عارف يعني ايه داتا موديل. مش هندخل فيها ان ديب زي ما قلت، بس على الاقل يبقى عندك الباك جراوند بتاعتها يعني. بس دلوقتي هنروح لاكزامبل ونشوف ازاي بنشتغل على الاكسل شيت والداتا موديل.